شوف داي ابو عمو انت اتخضيت؟ اني اسف. دايما بنشتاق لايام زمان وبالاخص ناس زمان، الناس الطيبة اللي قلبها ابيض، الناس اللي قلوبها على بعض، بيحبوا اللمة وبيحبوا الخير لبعض. الناس الطيبة دي كان في منها كتير، العرب كان في بينهم مودة واخوة. كان المصري يسيب ولاده ومراته ويروح بلد مش بلده علشان يحارب ويضحي بنفسه وروحه وعمره في سبيل ارض مش ارضه، والعكس صحيح. زي مثلا سليمان الحلبي، شاب عشريني أصله من حلب في سوريا. سنة 1798 فرنسا دخلت مصر، سليمان الحلبي في وقتها كان بيدرس في الأزهر. سنة 1800 سليمان الحلبي اغتال الجنرال الفرنسي كليبر. بعدها سليمان الحلبي يتقبض عليه ويتحكم عليه بالإعدام على الخازوق. ده راجل عربي ضحى بنفسه وبعمره وبحياته علشان أرض مش أرضه. هو ده الحب اللي كان بين العرب، كنا واحد قلبنا على قلب بعض. لو بصيت على العرب في الوقت الحالي هتلاقيهم بيكرهوا بعض وبينهم عداء لا نهائي، وليل نهار على السوشيال ميديا بيشتموا في بعض واتهامات لا حصر لها. يا ترى ايه السبب اللي يخلي العرب يكرهوا بعض بالشكل ده؟ الناس بقت قاسية على بعض ازاي كده؟ فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أبو عمو في شرح آية جديدة من سلسلة شرح القرآن. في الحلقة اللي فاتت عرفنا إن في قتيل في بني إسرائيل، وعرفنا كمان إن ابن أخوه هو اللي قتله، بس في اختلاف بسيط. في ناس بتقول إن القاتل كان ابن أخوه وهو واحد بس، وفي ناس قالت لا دول أكتر من واحد وكلهم ولاد أخوه، بس ما حدش قال هم كام واحد. أيا كان خلينا في المهم، عرفنا إن بني إسرائيل ذبحوا البقرة، وبعد ما ذبحوها ضربوا القتيل بحتة منها، وزي ما قلنا القتيل قام من الموت وسألوه أنت مين اللي قتلك يا عم الحاج؟ الراجل لما قام زي ما قلنا شاور على ابن أخوه. طب دي دلوقتي معجزة والراجل قام من موته وأخبر بالقاتل، قال ده اللي قتلني. المفروض إيه اللي يحصل؟ إن الناس تتعظ وإن ابن أخوه يعترف بجريمته ويقول إن هو اللي قتل عمه علشان الفلوس، لكن ده ما حصلش. الواد فضل يحلف ويتحلفن إن هو ما قتلوش. أنت حمار يا ابني، أنت حمار يا حبيبي، يا زريبة دي، يعني الراجل كان ميت وربنا أحياه من الموت ويقول إن أنت اللي قتلته، كمان أنت بتنكر؟ يعني بعد ما شافوا معجزة إحياء الموتى بيكذبوا؟ ده الواحد مننا لو شاف واحد ظالم حصلت له مصيبة وربنا ابتلاه يتعظ وبيخاف، وبنقول ومن أعمالكم سلط عليكم، ولو أذنب ولا غلط بيعترف وبيستغفر ربنا، إنما دول لا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني من بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وراكم المعجزة وشفتوها بعينيكم قلوبكم بقت قاسية قوي، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قلوبكم بقت زي الحجر وأشد من الحجر. من بعد ذلك يعني من بعد ما شافوا المعجزة، معجزة إحياء الموتى، قلوبهم بقت قاسية قوي، وربنا بيوصف قلوبهم بالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني قلوبكم بقت زي الحجر في شدتها وغلظتها وقسوتها. ومش زي الحجارة وبس، لا ده أشد من الحجارة في قسوتها وغلظتها. بس يا أبو عمو ما تفكرش إن عشان قلوبهم قاسية يبقوا ناس يخشوا في الحديد ويأكلوا الزلط وما بيخافوش من حد، لا يا أبو عمو، دول أجبن خلق الله، دول بيخافوا من ضلهم، إنما قسوتهم دي كانت في طاعة الله سبحانه وتعالى. قلوبهم بقت قاسية، ما بيتعظوش، ما بيخافوش من ربنا سبحانه وتعالى، بس بيخافوا من كده. ما تستغربش يا ابو عمو، الناس دي اجبن خلق الله، وعشان يداروا خوفهم بيوهموك ان هم اقوى منك وانهم عندهم اللي مش عندك. مثلا في حكايه خط بارليف، زرعوا في قلوب المصريين ان خط بارليف مفيش قوه تقدر عليه، وكل ما يتضرب اكتر بيكون اقوى اكتر، وعملوا بروباجندا خط بارليف لا تستطيع القوة النووية القضاء عليه. الشعب المصري وقتها صدق الكلام ده وقال جنودنا ازاي هتعبر لقناة السويس، واخرتها دمرنا خط بارليف بشوية مية، اهي مش محتاجة حاجة يعني. انما هم لازم يخوفوك ولازم يرعبوك ويحسسوك ان هم اقوى منك، لان الخوف جواهم هيموتهم، لازم يصنعوا لك الوهم علشان تخاف وما تفكرش انك تهجم عليهم، والحقيقة انك لو قلت لهم بخ هيعملوها على روحهم. فربنا سبحانه وتعالى لما وصف قلوبهم بأنها قاسية كالحجارة كان بيقصد في طاعة الله وفي خوفهم من ربنا سبحانه وتعالى.
وتعالى. يعملوا المعصية وبالنسبة لهم عادي، يعملوا الكبائر وبالنسبة لهم عادي، يقتلوا الأنبياء ويقتلوا الأبرياء ويحرفوا في كتب ربنا وبرضه عادي، هو مفيش خوف بقى. فاكرين ان هم مش هيتحاسبوا على اي حاجة بيعملوها، فاكرين نفسهم ان هم بس اللي هيدخلوا الجنة، فاكرين ان هم مش هيتحاسبوا على اي حاجة بيعملوها، فبيعملوا اي حاجة وكل حاجة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. ربنا بيوصف إن الحجارة أحن من قلوبهم، يعني في حجارة بتتفجر وبيطلع منها أنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني وفي حجارة بتتشقق وبيطلع منها مية، وفي فرق كبير بين الاثنين. ركز معايا، في حجارة بتتفجر منها المية تفجير، وده معناه إن المية كتير جدا وشديدة جدا، علشان كده بيقول لك وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني الأنهار من شدتها ومن قوتها ومن كتر المية اللي فيها بتفجر الحجر. وكلمة أنهار معناها إن المية كتير جدا وشديدة جدا لدرجة إنها فجرت الحجر. مية شديدة وسريعة وقوية وعذبة وحلوة، وفي حجارة بتتشقق وبيطلع منها مية بس قليلة شوية وبرضو مية عذبة. وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني الجبال بتنهار وبينزل منها أحجار كبيرة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فمعنى الكلام إن الحجر أحن من قلوب اليهود، فقلوبكم قاسية زي الحجارة، ما بتخافش من ربنا. حتى الحجارة بتخاف من ربنا وبتخشع لله وبتنهار خوفا من الله سبحانه وتعالى، إنما أنتوا لا، لا خوف بتخافوا ولا موعظة بتتعظوا. وما الله بغافل عما تعملون. وكلمة غفلة يعني السهو والنسيان، يعني والعياذ بالله إن ربنا يكون مش واخد باله وبينسى. يعني لو انتم مفكرين ان ربنا سبحانه وتعالى هينسى وهيعدلكم اللي انتم بتعملوه فانسوا، ربنا مش غافل، ما بينساش، لا يسهو، مفيش حاجه بتعدي كده بالسهل. ما تفكروش ان بمعصيتكم ربنا مش واخد باله منكم، بس ده في اوهامكم. ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، عارف كل كبيره وصغيره في الكون كله، مفيش حاجه بتخفى عليه. النمله اللي في الارض ربنا عالم بكل احوالها، يعني كل حاجة في الكون مهما كانت كبيرة أو صغيرة ربنا عارف بكل حاجة عنها وعارف بكل تحركاتها. ومش بس كده، كمان ربنا بيرعاها وبيوجهها في اتجاهها الصحيح، وإلا كان زماننا مش موجودين أصلا، والسماء اتطربقت على الأرض وكل حاجة في العالم ده انهارت واتدمرت. فلازم تكون عارف إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وهو عارف كل حاجة فيه. ومش بس كده، ده كمان ربنا بيرعاه وعالم بكل تحركاته وبكل احتياجاته. فما تفكرش إن هو غافل عنك أو عن اللي بتعمله، ربنا بس صبور بيديك وقتك عشان لما تروح له ما يبقاش لك حجة، انت خدت وقتك وبزيادة وأمهلتك بزيادة، وانت برضو ما عملتش اللي عليك وافتكرت ان ربنا غافل عنك ومش هيحاسبك. لا، كلام ده مش موجود. الإمام الحافظ محمد بن عيسى الملقب بالترمذي في كتابه الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي بيذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الحديث بغير ذكر الله، فإن كثرة الحديث بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. زمان كان الواحد لو تعب شوية ولا جاله دور برد أهله بيوشوشوله وبيقولوله شوف انت عملت ايه حرام واستغفر ربك. لكن دلوقتي لو الواحد جاله مرض مزمن بيجيبوها في الأسباب، أصله كان شغال في مستشفى وأكيد حد نقله المرض، ما فكروش للحظة انه غضب من ربنا او حتى ذنب واحد عمله ونسي او ظلم حد او كلمة لحد او قال لحد كلمة تجرحه او اتخانق مع جاره. الناس من كتر ما هي بتتكلم في الحاجات اللي ملهاش لازمة ومن كتر بعدهم عن ربنا بقت قلوبهم قاسية وربنا ما بقاش له وجود في حياتهم. عليه العوض ومنه العوض. واحنا كده يا ابو عمو خلصنا، انا هروح اشوف عوض احسن اتأخرت عليه. ما تنساش تشترك في القناة وتشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات الجاية، وما تنساش تستغفر كتير عشان ما يبقاش قلبك قاسي. سلام. فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيك، وقل رب زدني علما.